نهج أنطون السحناوي هو النهج بيمثلني، وأنا بحب هذا النهج يتعمم على كل اللبنانيين. نحن كنا معه لحزب الله، وأنا عملت أغنية لحزب الله وكنت مقتنع فيها. أنت متهم أيضا بأنك استغليت العديد من أصدقائك الصحفيين والإعلاميين ليحضروا مؤتمرات لعمر حرفوش وقبضت عليهم دون علمهم. أنا حاضر لحتى بالوقت اللي حقك شوف عن الأمور، مش وقت هلا. الجهد خارجية. أكيد خارجية، الزلمة بيشتغل عند مخابرات، هذا الشيء ما في نقاش فيه يعني. يعني ما عندك الجرأة إنه تسمي؟ مش الجرأة، منه الوقت. عندي الجرأة أقول أكثر من هيك بكثير، بس منه الوقت. مع باسيل أو مع ميشيلون، قلت أنا باسيلي، أنا مش مع ميشيلون، ما بحب ناج ميشيلون أصلاً. يقال إنه في حال وصول سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة رح تعتزل مهنة الصحافة ورح تتفرغ للعمل بالتجارة، هل هذا صحيح؟ في اثنين ما بتغيروا، الميت والحمار، وأنا لا حمار ولا ميت. خايف سمير جعجع بأي مطرح يقولوا له آه عم تحن للدم.